أن الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي وكذا التكوين المهني اللي راح يكون في نفس السنة على كل حال. بالنسبة لنا حدث وطني، وبالتالي لازم أنه يسترعي كل الاهتمام ويستدعي أننا نقوم بالإجراءات اللازمة لنجاح هذا الحدث. أولا بداية الأمر وهو الإسراع أو إتمام المنشآت المبرمجة للاستلام، ورايحة تكون في حدود 3 متوسطات وتسع أنصاف دي دومي بونسيون، بالإضافة إلى حجرات توسيعية وكذلك مطاعم مدرسية. الشيء المسجل أن نسبة الاكتظاظ على أساس العرض اللي تقدم لنا مقبول ومقبول جدا في الأطوار 3، ولكن هذا ما يخليناش أننا ما نزيدوش نحسنوا الوضع كشروط أو كظروف تمدرس للتلاميذ. الشيء اللي أكدنا عليه وهو كذلك تطبيقا للتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهي تمثل في 3 نقاط. النقطة الأولى هو الإطعام المدرسي اللي بالوجبة الساخنة اللي أكدنا عليه لكل الإطارات الحاضرة والمعنية بالموضوع، ويكون أول يوم الدخول المدرسي. كذلك موضوع التدفئة اللي فيما مضى كان فيه إزعاج بالنسبة للتلاميذ وكذا للأولياء، لازم يتم تسوية ما لازم حلحلة وتسوية ما لازم يتسوى في هذه الأيام المتبقية من العطلة الصيفية. الموضوع الثالث وهو إجبارية ضمان النقل المدرسي لكل التلاميذ، والشيء هذا وزارة الداخلية من خلال تضامنها في من صندوق نفس السيال صندوق الضمان والتضامن، فيه ديجا تم رصد ما يلزم من أموال، وتم بالأمس الإجراءات التقنية أو الإدارية للتوزيع حسب الاحتياجات وحسب البلديات. المهم الشيء اللي مؤكد أن النقل المدرسي مضمون لكل التلاميذ، إذا في احتياجات نبقى في الإصغاء والاستماع مع رؤساء البلديات، ولكن نتمنى إن شاء الله الشيء هذا اللي مديناه كتعليمة وهو إتمام الإجراءات الإدارية. ما لازمش مع الدخول المدرسي مازال ما درش لي كونفونسيون، ومازال ما درش لي مارشي دابروفيزيونمون، وما زلتش كان النقطة هذه راح بالتدقيق يتم الفصل فيها على مستوى اللجنة التقنية للدوائر. النقطة الثالثة وهي فيما يخص مؤسسة التربية والدخول المدرسي، وهو تحضير المؤسسات من التنظيف والتنقية والإصلاح، كل ما هو لازم. العملية بدأت على كل حال، ولكن زدنا ذكرنا بالنسبة للمؤسسات اللي مازال ما انطلقتش. الدخول المدرسي دائما فيه مشاريع اللي راها في طور الإنجاز. راكم عندكم المعطيات، وهي 18 ثانوية اللي راها في طور الإنجاز، و18 إكمالية، بالإضافة إلى 36 مجمع مدرسي، وكذلك 53 أو ما يربع عن ذلك من الأقسام التوسيعية، بالإضافة إلى الملاعب وقاعات الرياضية إلى آخره. معناتها برنامج ضخم وضخم جدا. لازم نقرأ الدروس أننا الدخول المدرسي يحضر في بداية الدخول المدرسي الأنموانزا N بلس 1 يحضر في الأنموانزا. دونك هذا فيما يخص الدخول المدرسي.